الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلح الله لكم الدنيا والآخرة ويسر الله أموركم وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تطبيق آخر لعلم البرمجة الإلهية، كيف أبدع في الرياضيات وفي علم البرمجة الإلهية؟ أذكركم مرة أخرى أن علم المبين، علم البرمجة الإلهية، يعتمد اعتمادا كليا على الأعداد الأولية ورتبها والأعداد القرآنية 114 23 والأعداد الأخرى. هنا آية الدراسة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هنا السؤال المحوري الأساسي لعلم المبين، لعلم البرمجة الإلهية، من برمج كل شيء في علم المبين؟ الآن سبب هذه الدراسة هذا النص، سبب هذه الدراسة هذا النص. الآن مادة البرمجة الإلهية، سنحاول أن نرى هل برمج الله سبحانه وتعالى هذا النص وأفكاري، أفكار النص وأفكاري، كيف أبدع في الرياضيات؟ إليك نصيحة أحدهم ربما تفيدك. درست في كلية الهندسة 5 كورسات في مادة الرياضيات، حصلت فيها جميعا على تقدير امتياز، لكن لم أفهم يوما فلسفة المعادلات الرياضية وكيفية توظيفها في الحياة العملية، واعتبر هذا أحد عيوب التعليم المصري. وفي عام 2009 قابلت طبيبا في المعتقل، قال لي أنه لفهم أي علم لا بد من الاطلاع على تاريخ تطور هذا العلم، معرفة فلسفته والمشاكل التي حلها والعقبات التي تواجه تطوره، وكانت نصيحة ثرية. الآن فكرتي أنا كيف أبدع في علم البرمجة الإلهية المبين؟ بأن تبدأ بنشره بين غير المسلمين. الفهم شيء والإبداع شيء آخر. هنا أجاب تقريبا عن الفهم. الفهم شيء والإبداع شيء آخر. افهم هذه الآية لتبدع في علم البرمجة الإلهية المبين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن كيف أبدع في الرياضيات في لغة الأعداد الأولية؟ قلنا أنني أضع الترتيب الهجائي العربي وأضع أمامه الأعداد الأولية الأولى. في هذه اللغة الألف يساوي 2، العدد الأولي الأول، الباء يساوي 3، العدد الأولي الثاني، والأخير الياء يساوي 107، العدد الأولي 28. يعني ركزوا معي، هنا إذن السؤال في لغة الأعداد الأولية بدون الرتب، وهنا السؤال في لغة الأعداد الأولية مع الرتب. قلنا أن الأعداد الأولية لها رتب، هذا أولي رتبته 1، أي هذا ترقيم يضعه الناس. إذن هذا أولي رتبته 1، هذا أولي رتبته 2، 23 أولي رتبته 9. الآن ركزوا معي، هنا السؤال بدون الرتب، هنا السؤال مع الرتب. قلنا مثلا أن التاء يساوي 5، 5 أولي يساوي 3، أولي رتبته 3، و3 أولي رتبته 2، و2 أولي رتبته 1، الألف يساوي 2، 2 أولي رتبته 1. إذن السؤال بدون الرتب، السؤال مع الرتب. الآن تطبيق علم البرمجة الإلهية على كيف أبدع في الرياضيات. المجموعان أقسم على العددين الأساسيين في علم المبين، التعريف العددي للفظ الجلالة الله، مدة الوحي، هذه بواقي القسمة الأقليدية. اقسم على 23 باقي القسمة 14، أولي رتبته 4، اقسم على 23 باقي القسمة 11، أولي رتبته 5، أولي رتبته 3، أولي رتبته 2، أولي رتبته 1. إذن هذه الأعداد وضعها الله سبحانه وتعالى، هنا ليس لي علاقة بها وليس للصدفة علاقة بها. ركزوا معي، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا السؤال، مجموع الرتب يساوي بالضبط 270. الآن المجموع بدون، أي مجموع بواقي القسمة الأقليدية بدون ما نتج عنها حسب علم المبين. هنا المجموع مع بواقي القسمة الأقليدية وما نتج عنها حسب علم المبين. هذا العدد هو رتبة العدد الأولي 857، وهذا العدد هو رتبة العدد الأولي 1123. سنحتاج إلى الله، الله في جميع اللغات، و114 هذا هو العدد الأساسي لعلم المبين، العدد الأساسي لعلم المبين 114 114 114، وهذا مدة الوحي.
أول ينسبة اتساع، ركزوا معي، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد الله ناقص 23، سترون دور التسعة يعطيك هذا. ما هذا؟ إليك نصيحة أحدهم ربما تفيدك. السؤال بعده مباشرة، ما حاول أن أتحقق هل برمجه الله سبحانه وتعالى في علم المبين أم لا؟ إليك نصيحة أحدهم ربما تفيدك. نواصل، هذا أولي رتبته 388، الأعداد الأولي نادرة، لكن أمر الله سبحانه وتعالى هذا أن يكون أوليا رتبته هذه، لأن ركزوا معي، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا الكلام. أمر الله هذا أن يكون أوليا رتبته 70، الآن مجموع الأعداد الناتجة عن بواقي القسمة الأوكليدية، انظروا معي، جمعنا بدون، جمعنا مع، الآن هذه الأعداد الناتجة عن بواقي القسمة الأوكليدية. العدد 40 عدد مبيني، لهذا اخترت له اللون الأصفر. عدد مبيني، هذا عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اختاره الله نبيا. يعني ركزوا معي، هذا مع 349 مع السبعون، السبعون ستزرون دور 388 مع السبعون مع الأربعون مع ذاك التسعة الذي لم يشارك هنا يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ هذا هو رتبة العدد الأولي 19471. ما هذا؟ درست في كلية الهندسة 5 كورسات. الله أكبر، أولي رتبته هذه. الآن الله في جميع اللغات سنحتاج إليه، ركزوا معي، هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع 388 الذي لم يشارك، انظروا معي، 388 الذي لم يشارك مع الله مع الله، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ وفي عام 2009 قابلت طبيبا في المعتقل قال لي أنه لفهم أي علم لا بد من الاطلاع على تاريخ تطور هذا العلم لمعرفة فلسفته والمشاكل التي حلها والعقبات التي تواجه تطوره، وكانت نصيحة ثرية. الآن هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا الكلام، ركزوا معي، هذا انظر، هذا زائد هذه الرتبة زائد الرتبة ناقص ذاك الأربعون، انظر ناقص الأربعون مع هذا مع هذا مع هذا، انظر مع هذا، انظر مع 23.9 يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ كيف أبدع في علم البرمجة الإلهية؟ أمر الله هذا أن يكون أوليا رتبته هذه. الآن ركزوا معي، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا السؤال، سنحتاج إلى مدة الوحي مرة أخرى، ركزوا، هذا مع هذه الرتبة التي وضعها الله هنا سبحانه وتعالى مع 23.2 والتسعة مع 23.1 والتسعة، انظروا مع هذا مع 114، انظر مع الله يعطيك هذا الله مرتين و23.9 و23.9 يعطيك هذا. ما هذا؟ هذا هو رتبة العدد الأولي هذا. ما هو؟ بأن تبدأ بنشره بين غير المسلمين. السؤال هو كيف أبدع في علم البرمجة الإلهية المبين؟ الخاطر التي قذفها الله سبحانه وتعالى في قلبي هي بأن تبدأ بنشره بين غير المسلمين. هذا أولي رتبته هذه، وهذا أولي رتبته هذه، يعني ركز، هذا ناقص هذا مجموع رتب هذا الكلام. لأن مدة الوحي 23 أولي رتبته 9، انظر انظر، هذا مع هذا مع هذا مع 429 مع 23 عزل التسعة، انظر مع هذا مع 23 والتسعة مع هذا، انظر مع 23 والتسعة الآخر الأول، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ الفهم شيء والإبداع شيء آخر، الفهم شيء والإبداع شيء آخر. لأن نواصل، ركز، هذا مع هذا مع 23 والتسعة، انظر مع 23 والتسعة، انظر مع هذا مع هذا مع هذا، انظر مع 23 مع الله مع 23 الآخر، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ افهم هذه الآية لتبدع في علم البرمجة الإلهية المبين. الآن هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب هذا الكلام، سنحتاج إلى الله، انظر الآن، 114 ناقص ذاك التسعة الذي عزل بداية، الذي عزل هنا يعطيك 105. الآن ركز، هذا مع هذا مع 105
مع هذا الفهم الشيوعي بدأ شيء آخر مع ال 429 مجموع رتب بأن تبدأ بتشريع بين غير المسلمين. يعطيك ماذا؟ يعطيك هذا العدد. ما هذا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قلت لك افهم هذه الآية لتبدع في علم البرمجة الإلهية المبين. ها هي الآية، برمجها الله سبحانه وتعالى. أي فكرة، أي خاطرة، أي معلومة برمجها الله سبحانه وتعالى في علم المبين. نركز، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب الآية. نركز معي جيدا، سبحان الله، هذا مع المئة وخمسة، مع المئة وأربعة عشر، مع السبعمئة وخمسة عشر، أي كل الأعداد بدون الأعداد الذهبية. انظر، مع الثلاثة وعشرون والتسعة، مع الأربعمائة وتسعة وعشرون، مع الأربعمائة واثنين وثمانون، مع المئتان واثنين وعشرون، مع الأربعمائة واثنين وثمانون، مع الثلاثة وعشرون، مع التسعة، مع الخمسمائة وثمانية وأربعون، مع الثلاثمائة وأربعون الذي وضعه الله هنا، نصل إلى السؤال: كيف أبدع في علم البرمجة الإلهية المبين؟ سبحان الله، يعطيك هذا. ما هذا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آية الدراسة الآية 23 من سورة الذاريات. انشروا علم المبين في أوساط غير المسلمين الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.